كريستيانو رونالدو تصدر المشهد كاملا وعايشه بسيناريو ربما يكون الأخير في مسيرته، وبدمعة قاومها بكبريائه. خصم البرتغال مألوف لديها رغم اقتصار المواجهات بينهما على مباراة واحدة في كأس العالم 2014، وعليه جاءت غانا مدججة بنجوم من العيار الأول في أوروبا لرديدين تلك المواجهة. رونالدو حاول أن يظهر صلابته أمام ما حدث معه قبل أيام قليلة وكأن شيئا لم يكن، وأراد أيضا أن يثبت للجميع أن صلاحيته لم تنتهي بعد، لكن الحظ رفض الوقوف بجانبه كحال فريقه السابق. محتوى الشوط الأول كان عبارة عن رونالدو وواحد من 20 لاعبا آخرين. الساعة الأولى من الموقع مرت خالية من أحداث جديرة بالذكر، وما تلاها كان عبارة عن مباراة أخرى شهدت احتساب الحكم ركلة جزاء لبطل الموقع. فرصة كهذه قلما يهدرها كريستيانو. دون البرتغال الأول سجل ما جعله أول لاعب يبصم بأهدافه في 5 نسخ في كؤوس العالم، وثاني أكبر المسجلين في تاريخ النهائيات. النجوم السوداء خرجت من صوباتها وأظهرت طريقها للعالم. محمد قدس يرسل التهديد الأول طوب المرمى البرتغالي. ديوغو كوستا لم يعد ذاك التهديد أي أهمية، فعوقب على ذلك بهدف حمل بصمة أندري أيو، والذي أضحى ثاني هداف غانا في كأس العالم خلف أصم وجهه. فرحة غانا بالتعادل اقتصرت على 5 دقائق فقط. جواو فيليكس قرر أن يعيد الحال إلى ما كان عليه، البرتغال في المقدمة من جديد. الوضعية الحالية منحت البرتغاليين فرصة قفل اللقاء. البديل رافائيل لياو لم يحتج سوى لـ3 دقائق كي يدخل الأجواء ويرسل النقاط 3 إلى رصيد منتخبه مغوليا. فرناندو سانتوش وبعدما اطمأن على النتيجة اختار إراحة نجمه الأول، وعلى استحياء طلب الحكم من رونالدو الخروج سريعا، ربما لأنه كان يعي أن غانا لديها ما تكشف عنه. عثمان بوكالي صعد الموقف بتسجيل الهدف الثاني